Hello everyone and welcome back again to another video. This is Muhammad Najm al nofali And today inshallah we will start a new course. We will explain everything about phonetics and phono phonology. So please pay attention to every single word because this those videos are very important. The ياكم الاستاذ محمد نجم نوفلي وراح نبدا معكم بشرح ماده الصوت للمرحله الثانيه هذه الفيديوهات مفيده لطلاب البكالوريوس وطلاب الماجستير اذا انت بدك تحضر للماجستير واذا انت كنت طالب بكالوريوس فهذه الدروس مفيده لك جدا راح اشرح شرح تفصيلي وراح اعتبرك مدارس اطلاقا توك راح تدرس حتى الرسم الصوتي راح اعلمكم ان شاء الله بهذه الفيديوهات لذلك اتمنى تركزون وياي وتشرحون تنتبهون على الشرح السؤال مهم راح تشرح على ملزمة لو على كتاب حقيقه انا راح اشرح على الكتاب وعلى الملزمه ولكن مثل ما تعرفون الكتاب مبي يعني ما مبي لا تعريف لا بكذا انا صراحه اخذت الكتاب جبته فصلته سويت التعاريف وسويته وكل الشرح اللي موجود يعتمد على الكتاب يعني ماكو شيء اختلاف بعض الجامعات بعض الاساتذه ما يرضون على شرح الملازم اكيد بعض ما لازم يكون بها نقص لكن الحمد لله احنا ملزمتنا ما بها نقص والاستاذ راح يرضى بها، اذا استاذك من النوع اللي ما يرضى فانت أخذ الملزمه واكتب اكتب شاشر اعطيه تعريف اذا اقتنع بيه حط عليه صح، اذا ما اقتنع بي عدله فانت بعض الجامعات اللي اساتذه اللي يكونون جدا معقدين يعني اوكي هذا تلقاه اوكي عنده وجهه نظر نحترم وجهه نظره فانت شو تسوي؟ اكتب وياي يعني اشرح افهم في ماده افهم اخذ نظر افهم عليه فهم وياي اذا استاذك ما راح يقبل على هذا التعريف او ينقصك عليه انت قل له شنو التعريف الصح استاذ اخذه من عنده وضيف على المنزله على مود ما تواجه اي مشكله لان الجامعه مو مثل المدارس الاعداديه نظام وزاري كل دكتور وحسب مزاجه فاي صراحه يعني هاي وحده من المشاكل احنا ان شاء الله راح نعالج كل هاي الامور طلابنا الاعزاء احنا اليوم راح نبدا بالشابتر الاول اول موضوع هو بادي لي به بالكتاب حبايبي وهو موضوع هنا قايل لك كيف تم تنظيم هذا الكورس بعدين قايل لك مواقع لماذا تصوت هاي السوالف كلها ما راح نحتاجها اطلاقا راح نبدا إيه منا اول تعريف عندنا وهو تعريف الفناتكس شنو تعريف الفوناتكس يقول ذا Scientific ستدي الدراسه العلميه شوف طبعا هاي صفه وهاي اسم باللغه الانجليزيه صفه قبل الموصوف اسم هذا وهو الدراسة العلمية هيش نبدي وهو الدراسة العلمية It is the scientific study of human speech sounds لدراسة الأصوات البشرية ها إذا هذا العلم يهتم بدراسة الأصوات البشرية مو هي أصوات لا لأن بالمرحلة الثالثة راح تدرسون حتى أصوات الحيوانات أما بالفوناتكس فلا راح ندرس الأصوات البشرية فقط طيب It deals ويتعامل مع the physical the physical properties of sound ويتعامل معه كخصائص فيزيائية الفوناتكس هو العلم الذي يهتم بنطق الأصوات طيب شنو العدد الفونولوجي؟ الفونولوجي هو فرع من فروع علم الصوت من فرع من فروع علم اللغة It is the scientific study of the system آه. System يعني نظام الأصوات in a particular language في لغة محددة in general بشكل عام طلابنا الأعزاء احنا عندنا نوعيتين من من العلم راح ندرسهم راح ندرس الفوناتكس والفونولوجي وهذا كل سؤال يجي كل سنه جاي كل جامعات العراق ما هو الفرق ما بين الفوناتكس والفونولوجي سؤال ثابت طيب اذا جاب لكم مقارنه هذا وين الحكي خذ لا سكرين خاف ما عندك الملزمه بس احنا راح نبدا نشرح تفصيلي طيب طلابنا الاعزاء الفونولوجي والفناتكس حبايبي كلمه فناتكس تهتم تهتم وتحكي لي يعني عن نطق الصوت فقط من تسمع كلمه فناتكس يعني انا شلون راح اتكلم بس ويا شلون راح احكي اللسان اللسان شلون راح ينطق هذا الصوت اعضاء النطق شلون راح تنطق هذا الصوت هذا اسميه انا الفناتكس اما الفنولوجي فهو العلم الذي يهتم بدراسه نظام الصوت. يعني ايش وقت يكون عندي تجديد؟ ايش وقت يكون عندي ادغام؟ باللغه الانجليزيه او باللغه العربيه، هذا العلم انا اسميه بعلم الفونولوجي. التجديد، التنغيم، هذا يسمى بعلم الفونولوجي. اما الفوناتكس فهو علم يهتم بكيف ينطق الصوت فقط. شوف هنا يقول؟ Phonetics is, is descriptive study إنه دراسة وصفية شنو يعني دراسة وصفية؟ يعني دراسة ما بيها شيء ما بي ما بي شيء غير وصف إحنا راح نصف نصف أعضاء الناطق شلون تتكلم descriptive ركزوا لي على كلمة descriptive آه طيب أما الفنولوجي فهو دراسة راح يحكي لي عن ركزي على كلمة فانكشنال فانكشنال ستادي أي بمعنى دراسة دراسة تفصيلية دراسة وظيفية وليست وصفية أي بمعنى أنا راح أدرس الأسباب والنظريات وإلى آخره يعني هذا الأمر هنا هنا شوية أخواني معقد أكثر هنا شيء ثابت اي هنا فرد شيء ثابت ركز على هاي المعلومة طيب يقول هنا it وذي يتعامل مع أصوات محددة مجردة أما هذا فيتعامل مع أصوات Uh, uh, actual الاصوات العاديه التي تستخدم بتلك اللغه هسه راح افصل لكم اكثر هاي النقاط التفصيل هذه النقاط حبايب لازم يحفظون انا اقول The Phonology is specific ها. اللغه هنا محدده اما هذا فهو بشكل عام general هسه راح اقول لكم شنو المقصود بي. اصغر وحده بي هو الفونيم وهنا اصغر وحده هو ب السيجمنت تعالوا خلونا اوضح لكم شنو الفكره طيب خلونا نكتب هنا طيب طلبنا العزه لما اني اقول فوناتيكس شلون ننطق الصوت يعني هسه على سبيل المثال صوت النه نه نه هذا صوت انفي نيزر ن ويساوي نيزر يساوي نيزر يعني هذا الصوت انفي طيب هذا الشيء باللغه الانجليزيه وباللغه العربيه هو ثابت. اذا 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 الان هو صوت نيزر انفي هاي باللغه الانجليزيه وباللغه العربيه هم انفي. ليش؟ لان علم الفوناتكس هو العلم الذي يهتم بدراسه نطق الاصوات، شلون انطق الحكي هذا اني؟ سواء بالانجليزي او بالعربي. شلون اني مثلا اقول صوت الرا؟ الاصوات الاحتكاكيه، الاصوات التوقفيه، هذا شيء ثابت باللغه الانجليزيه او باللغه العربيه، شلون تتحرك اعضاء النطق؟ شلون اقول اه او هذا شيء ثابت باللغه الانجليزيه والعربيه، اذا الفوناتكس هو الذي يهتم شلون انطق صوت، شلون اتكلم، شلون اسولف. هذا علم الفوناتكس. اما علم الفونولوجي فهو العلم الذي يدرس النظام الصوتي. ايش وقت اسوي ادغام؟ ايش وقت اسوي تشديد؟ هذا الشيء يختلف باللغة الإنجليزية يختلف عن اللغة العربية هذا هو الفرق ما بين الفوناتكس والفونولوجي خلينا نعطيكم مثال آخر طيب هسا أنا باللغة العربية باللغة العربية أقول مثلا على سبيل المثال من ربك باللغة العربية من ربك إحنا شو نقول هنا من ربك مو من ربك الآن راح يدغم من ربك هيك نقول من ربك هذا الشيء شنو باللغه العربيه شنسمي نسمي ادغام طيب لو انا قلت مان مان ران اقول باللغه الانجليزيه من ران اسوي ادغام باللغه الانجليزيه هيك لا ما راح اسوي ليش ما اسوي لان نظام اللغه الانجليزيه بالادغام هذا يختلف عن اللغه العربيه هذا هو المقصود بعلم الفنولوجي اذا الفنولوجي يهتم بدراسه النظام الاصوات لما حطت غام... باللغه الانجليزيه باللغه العربيه حطيت غام بالانجليزي ما حطيت ما حطيت باللغه بالإنجليزي ما حطيت اذا اذا الفنولوجي هو العلم الذي يدرس يدرس النظام السيستم اللي اللي يخص الفنولوجي ويخص الفوناتكس هيك أه اللي يخص الفنولوجي اما الفوناتكس فهو شيء ثابت يعني انا لو قلت على سبيل المثال صوت ال ال مثلا خلينا نقول الب ف ف اهتزازي ف ف ف, ف. بالانجليزي وبالعربي نفس الشيء ف اهتزازي مثلا لو انا قلت صوت ت توقفي ت يعني يتوقف الهواء بعدين يطلع ها هذا هذا شيء يخص الفوناتكس مثلاً انا اقول اني تب تب ت ت اكو توقف طيب بالانجليزي لو قلت تابه ثابت هم توقفي. اذا الشيء اللي يخص النطق شلون اني اسولف وشلون اني احكي هذا شيء اسميه اني فناتكس. شلون اني شلون اني اتعامل مع نظام الاصوات، وقت اسوي تنغيم، وقت اسوي تجديد هذا اسميه اني بعلم الفنولوجي هذا اسميه اني بعلم الفنولوجي حبايبي هاي التعاريف كلش مهمه. يجيك عرف، يجيك قارن، اشرح، وضح تكتب له هذا الجدول ان شاء الله تاخذ درجه كامله، إن شاء الله تاخذ درجة كاملة. طيب، نتكلم الآن أيضاً عن الفونيم. طلبنا الأعزاء، كلمة فونيم معناها أصغر وحدة صوتية. يعني شنو؟ شوف. هسا إحنا عندنا باللغة الإنجليزية فونيم يعني أصوات، والأصوات تختلف عن الأحرف. باللغة الإنجليزية لدينا 26 حرف ولكن لدينا 44 صوت فالفونيمز بمعنى اصوات تعريفه يقول the smallest phonetics unit in language that capable of conveying a distinction in meaning شنو معنى هذا الحكي؟ الفونيم معناها هو الوحده او الجزئيه القادره على تغيير المعنى يعني شنو؟ يعني الفونيم هو 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 الجزء الذي يغير المعنى تعالوا يعني. الان انا لو اجيت على كلمه كات شنو معناها قطه الرسم الصوتي مال هذه الكلمه هو كالتالي طيب وجيت على كلمه كار الرسم الصوتي مال هذه الكلمه هو هيك كار هيك شنو الذي تغير بين الصوت الاول بين الكلمه الاولى والكلمه الثانيه؟ تغير الصوت. هنا لدي تي وهنا لدي صوت الا. آه. عد ما تغير هذا الصوت تغير المعنى؟ نعم، اذا هذا هو المقصود بان الفونيم يغير المعنى. اذا 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 الفونيم كان ذا اذا الفونيم يمكن ان يغير المعنى، اعطيكم مثال اخر. على سبيل المثال لدي كلمه لدي كلمة خلينا نقول pain طيب ولدي كلمة rain طيب الرسم الصوتي لكلمة pain هو كالتالي pain شوف يا بين صوت الأي pain pain لا مو الرسم الصوتي مال هالكلمة بين. طيب والرسم الصوتي لكلمه رين كالتالي نفس الحكي راح يكون ر رين طيب الان طلابنا الاعزاء شوف لي هالكلمه الان كلمه بين اللي هي معناها الم وكلمه رين اللي هي معناها المطر عندما تغير حرف البي صار بداله ار تغير المعنى؟ نعم إذن هذا هو المقصود بان الفونيم كان change ذا هو هذا المقصود طيب. زين ننتقل الان الى مصطلح اخر وهو الفون، هسه كلمة فون معناها الصوت. وكلمة صوت اي صوت سواء صوت بشري او صوت غير بشري. يعني الفون ما له علاقة باللغة وتغيير اللغة وكذا، اي ف... اي صوت بالدنيا، صوت ال... ال... الشجرة هذا هو تعريف الفون. اي من اقول فون، خاف يجيك سؤال قرن عرف كذا الى كلمة فون اي صوت بالكوكب. أي صوت بالكوكب أما الفونيم فهي أصوات لغوية قادرة على تغيير المعنى طيب ننتقل الآن إلى مصطلح آخر وهو الألفون الألفون تعريفة is different realization of the same phoneme وهو نطق مختلف أو إدراك آخر لنفس الصوت شنو معنى هذا الحكي؟ طلابنا الأعزاء باللغة الإنجليزية من تسمع كلمة ألفون أي بمعنى نطق اخر لنفس الصوت يعني شنو شايفين لما نقول لام الثقيله ولام الخفيفه شايفين هسه مثلا عندي كلمه فيلينج هي هاي الكلمه طيب فيلينج هي هاي الكلمه هذا ال -L. مرات انا اقول فيلينج مرات احنا نقول فيلينج وفي خصوصا الهنود يقولون فيلينج ما يقولون فيلينج يقولون فيلينج اذا اللام الثقيله واللام الخفيفه هذا ال لما يكون لام ثقيله ولام خفيفه هو هذا اللي انا اسميه الالفون. العفو اذا الالفون هو نطق اخر لنفس الصوت. ل ل ن ن ن لام ثقيله مثلا عندنا الراء ايضا هو اللام الثقيله واللام الخفيفه مثلا عندنا ب و بي اسبريشن بدون راح ناخذها كلها بالتفصيل طيب اذا الان الالفون هو نطق اخر لنفس الصوت اكو عندنا ملاحظتين تخص الالفون الاولى they don't change the meaning ملاحظه كلش مهمه هسه انا لما اقول feeling واقول feeling تغير المعنى لا صحيح اكو اختلاف شوي بالصوت بس المعنى ما يتغير اذا الالفون ما يغير المعنى اذا جاك سؤال ما هو الفرق ما بين الفون والالفون والفونيم الفونيم كان تشينج ذا مينينج الالفون كان تشينج ذا مينينج طيب بعد ايش عندنا؟ هنا عندنا اعزائي الطلبه فروع علم الصوت حبايبي فروع علم الصوت هنا ثلاثه الفوناتكس الفوناتكس له ثلاث فروع لازم نتعرف هذا الحكي ما موجود بالكتاب ولكن تحتاجه بالماستر وبعض الجامعات يدرسونه ويطالبون يجيك عليه سؤال كامل ما هي فروع علم الصوت فروع المصوت ثلاثة عندك الارتكليتري فوناتكس وعندك الاكوستيك فوناتكس وعندك الأوديتيري فوناتكس تعريف ينحفظ ومهم جدا خليني اوضح لك شنو المقصود بها طلعنا الاعزاء كلمة ارتكليتري يعني نطقي يعني معناها the study of how speech sounds is produced هسه احنا بالفوناتكس مو قلنا نتكلم طيب هذا شلون نتكلم بثلاث فروع يعني الان الان هذا شخص باوعلي هذا الشخص الاول هذا سبيكر متكلم هذا قاعد يبث حكي طيب هذا قاعد ينطق الان هذا المتكلم انا اسيح له ارتكيليتري فونيتكس يعني العلم الذي يدرس شلون الواحد يحكي طيب الثاني هو الاكوستيك الاكوستيك يعني انتقال الصوت باوع لي هسه هذا إيه هذا هنا هذا ايش هذا لسنر يعني مستمع لسنر الان هذا قاعد يسمع الحكي قاعد يسمع الحكي قاعد تدخل المعلومات طيب واكو بيناتهم اكو بيناتهم قناة ناقلة هذا اللي ينقل الحكي طيب طيب الان طلابنا الاعزاء الاكوستيك هو العلم the study of the physical properties of speech sounds as waves يعني بمعنى دراسة علم الاصوات كخصائص فيزيائية يعني شنو؟ يعني شلون ينتقل الكلام من المتكلم إلى المستمع إيه هذا إيه نهاية عملية الانتقال هذا العلم إيه هذا عملية الانتقال شلون ينتقل هذا الكلام هذا أسميه آني أكوستيك فونيتكس أما النوع الثالث فهو اللي يسمى أوديتري فونيتكس وكلمة أوديتري أي بمعنى استلام الكلام The study of the perception of speech by the ear، اي بمعنى انه هذا ما راح تجي الكلام عملية استيعاب الكلام هذا, يا هذا المت... المستمع اسميها اني بعلم الاوديوتري فوتكس. اها اذا المتكلم عندك ارتيكالاتري نطقي. انتقال الكلام عملية الانتقال هذا اسميها اني اكوستيك. استلام الكلام ووعيه وفهمه هذا اسميه اني اوديوتري. طيب حبايبي راح ننتقل الان الى الاكسنت والدايلكت كلمة أكسنت أي بمعنى تشير إلى refers to the variety of language differing from standard in pronunciation. اي هاي الكلمة ممكن تجيك فراغ ركز لي عليها. طيب الاكسنت يعني معناها الاختلاف في اللغة في النطق فقط. يعني شلون؟ يعني مثلا باللغه العربيه أو باللغه الانجليزيه عندي كلمه ووتر عندي كلمه ووتر ماء طيب كلمه ووتر هذه الكلمه انا عندي اكثر من لهجه الان اللهجه البريطانيه يلفظونها ووتا وو ووتا وو ايجي وشو ووأ اه. ووأ اه. طيب اللهجه البريط امريكيه يلفظونها ايج واتر 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 وكانه اي هذا التي يلفظ ار water إذا إذا هنا لما النطق اختلف لما هذا نفس الكلمة بالضبط بس النطق اختلف هذا اللي أنا أسميها أكسنت هذا اللي أنا أسميها أكسنت حتى باللغة العربية عندنا هذا الشيء مثلاً إحنا عندنا دول عربية عندنا محافظات عراقية تقول هنا أكو ناس تقول هين أكو ناس تقول هوني أكو ناس تقول هنا أنا بالوسط محافظة بابل إحنا نقول هنا اذا نفس الكلمه لما يتغير اللفظ هنا عندك هنا هون ه هنا هنا هون هذا نفس النطق بس يتغير الكلمه نفس الكلمه بس يتغير النطق هذا يسميه اني آكسل أما الدايلكت، الدايلكت لأ، الأمر أكبر. الدايلكت يشير إلى تنوع فرايتي اوف لانجوج، from other variation إن pronunciation، إن grammar، إن vocabulary، إن style. طلابنا الأعزاء، كلمة دايلكت تشير إلى أن التنوع يكون ليس فقط في النطق، قد يكون التنوع أيضاً في استخدام الكلمة. يعني يستخدمون غير كلمه يعني مثلا عندنا باللهجه البريطانيه يقولون بلهجة بريطانية وامريكيه اكو وحده من اللهجات تقول موفي واكو لهجه ثانيه تقول فيلم فاكو ناس تستخدم موفي وكو ناس تستخدم فيلم فلما استخدموا غير كلمه الوضع تغير اذا هذا اللي قال العلم اللي اللي يدرس هيك او هذا النظام اللي اسميه دايركت هذا يسميه دايركت تعالوا وياي خلينا اعطيك مثال باللغه العربيه ايضا طيب عندنا كلمة موبايل هذا الموبايل تمام هذا هسه الموبايل جوال نقل طيب هذا الموبايل الهاتف هذا غير موبايل صار تحس بطانية مال طفل صار طيب الآن هاي موبايل كلمة موبايل جوال موبايل شوف الآن عندنا آه مثلا هنا اكو ناس تسميه نقال واكو ناس في جوال نفس الكلمة بس تغيرت كلها ناس صحلة نقال وناس صحلة جوال غير كلمة جابوا هذا ايش راح اسميه اني؟ هذا اسميه دايركت لما تجيبون غير كلمه يستخدمون لما يتغير النظام مالته يجيبون كلمه جديده هذا نظام الجديد لما تجيبون غير كلمه هذا اسميه اني اسميه اني عفوا دايلكت طيب ثالث شيء عندنا مصطلح اخر تعريف كلش مهم وهو البي بي سي او مرات يسمونه ريسيفد برونسيشن اختصارها ار بي هاي هي اللهجه المعتمده بكل دول العالم لتدريس اللغه الانجليزيه is the standard accent of English language which is mainly used by educated people and also recommended for foreigners. طلابنا الاعزاء هسه احنا مو عندنا هواي لهجات بريطانيا وامريكا وكوكن وكذا طيب شلون نقدر نحط لهجه معتمده حتى ندرسها اللي هي لهجه البي بي سي اللي هي اللهجه القديمه هذول اللي لما يحجون لهجتهم شوف شلون احكي لك مثلهم. hello man, where are you? Do you like to do that? Do you like to do that? Do that. هاي هي اللهجة البريطانية اللي معتمدة بكل دول العالم لتدريس اللغة الإنجليزية. طبعا هذا مو معناها أن اللهجة الأمريكية غلط، لا. هي اللهجة الأمريكية صح ماكو أي مشكلة، ولكن هاي هاي اللغة اللهجة معتمدة للتدريس، معتمدة للكلام بشكل أكاديمي، بشكل كذا. بس لا أكثر ولا أقل. هاي هو بالنسبة لي اللهجة شنو عندنا بعد اخر شيء عندنا الاي بي اي اللي هو اختصار الاي يعني ابريفيشن بي فوناتكس اي alphabet اي بمعنى international فوناتكس alphabet يعني بمعنى الابجديه الصوتيه الدوليه شنو يعني يعني معناها الرسم الصوتي لما نسوي رسم صوتي للكلمه هذا النظام اللي نسويه برسم صوتي هذا نسميه اي بي اي نظام معتمد لتمثيل الرمز لتمثيل الاصوات طيب عندنا هنا اسئله الفصل هاي الاسئله راح تكون حلها بالمحاضره القادمه او تحلونها انتم عادي ماكو اي مشكله اتمنى تقرون هذا الفصل تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته